عن خالص شكره لجميع العاملين بمفوضات الاتحاد الافريقي، واكد السيد الرئيس تطلعه للعمل المشترك معهم في اطار اجنده التنميه الافريقيه 2063. اضاف السيد الرئيس خلال لقائه مفوضي الاتحاد الافريقي اليوم بمقر الاتحاد في اديس ابابا انه على ثقه بان المفوضيات ستطلع بمهامها على اكمل وجه، واعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الافريقي للخروج باكبر المكاسب للقاره الافريقيه. اكد الرئيس ان مصر منفتحه على مقترحاتكم القيمه لتنسيق العمل الافريقي المشترك. السيد الرئيس كمان وجه دعوه للمفوضين واعضاء المفوضيه بالحضور لمنتدى اللي هيعقد في محافظه اسوان، اللي كان السيد الرئيس قرر انشاء واقامه هذا المنتدى وتستضيفه محافظه اسوان. دعاهم ايضا للمشاركه في هذا المنتدى. زي ما بقول لحضراتكم الاجتماعات السنه دي واخده زخم كبير جدا طبعا كل سنه، ولكن السنه دي برضو تواجد مصر وتاثير مصر وترأس السيد الرئيس للاتحاد الافريقي انه مصر زي ما بقول لحضراتكم مصر القوه كمان من الدوله المصريه في شخص السيد الرئيس، وزي ما بقول لحضراتكم ظهر كبير، ظهر قدام الدنيا كلها مدى ثقة الدول الإفريقية وزعماء القارة الإفريقية، اللي أنا من هنا بوجه لهم كل التقدير واحترام من الشعب المصري العظيم لكل قادة الدول الإفريقية على دعم مصر، دعم السيد الرئيس. وكلهم قالوا في كلماتهم كلها، سواء الكلمات اللي تم نقلها من خلالنا او من خلال التصريحات اللي صدرت او من خلال البيانات اللي طلعت من خلال هذه الدول، بيانات الرسمية، الدعم الكبير بيحظى به مصر وتحظى به الدولة المصرية في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلنا فخورين واحنا موجودين في اديس ابابا ان احنا وفد مصر، انه مصر اللي هي تقود الاتحاد الافريقي، مصر هي النهارده تمثل القاره الافريقيه، فاحنا فخورين بسيد الرئيس، فخورين بدور مصر الكبير والاثناء اللي تم من خلال الدول الافريقيه، اللي مره ثانيه بنقول هذه القاره محتاجه خلال هذا العام انها تنقل، يكون في نقله كبيره جدا، ولكن ده من خلال التعاون، تعاون كل الدول الافريقيه مع السيد الرئيس عبد الفتاح.